السلام عليكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بحكايتنا لليوم. ولما نقول حكايه يعني صار وقت نسافر، بس هالسفره لوين رح تودينا؟ خلينا نشوف. حكايتي بتقول كان يا مكان بسالف العصر والاوان وببيت صغير على اطراف المدينه. بهيدا البيت كان في عيله مستوره مثل ما بيقولوا على قد حالها، كل يوم تقسم الأكل بينها وبين أفراد أسرتها. الأم تقسم رخيف الخبز وتعطيه لابنها، الابن يعطي من صحنه لبيه، وهيك يضلن كل يوم وهن عم يحمدوا الله ويشكروه على النعمة اللي بين إيديهن. مرقت الأيام وقشت الأيام لبيوم بيمرض البي، وهيدا المرض كان قوي كتير عليه وبيرتمي بالفرشة وللأسف بيعطينا عمره. تتجمع هالحبايب كلها على العزا، والأم بعد العزا بتجمع أولادها وبتقلن نحنا صح كنا نقسم الأكل بين بعضنا، ولكن من اليوم وعن روح بيكن نحنا منا نتصدق. وكل ليلة جمعة بتصير هالعيلة مش تقسم رغيف الخبز بينا وبين حالة، لا تقسم رغيف الخبز بينا وبين جيرانا الفقراء لحدن. كل ليلة جمعة قضتن على هيدا المنوال، رغيف الخبز صار ينقسم رغيفان، والصحن صار ينقسم صحنان، والطبخة الصغيرة صارت تنقسم لبيتان ولعيلتان، وهيك كل ليلة جمعة. لبليلة جمعة من الأيام والمرة بتحط راسها على المخدة بدها تنام، بتبرم يمين وبتبرم شمال، وإس هي مش مرتاحة، بتبلش تتخيل زوجها بقبره مش مرتاح، في شي عم بيصير. تلتفت أن الصدقة اللي كانت توصل له إياها كل ليلة جمعة اليوم انشغلت عنا وللأسف ما وصلتها. المرة هون ما بتلحق تنطر ليجي الفجر، وما بنلاقيها إلا بالمطبخ عم تعجن وعم تطبخ من حواضر البيت أخدتن لعند بيت جيرانا بالكوخ الفقير. ما عاد نسيت أبداً كل ليلة جمعة هيدي الصدقة توصلها عن روح زوجها. نحنا وإنتوا وياكن كل ليلة جمعة وكل الأيام لما ندفع صدقة، هيدي الصدقة عم ترجع لحدا جوعان أو عطشان أو لحدا مسكين أو يتيم. خلينا هلأ بظروفنا الصعبة نقسم رغيف الخبز بين بعض، نقسم الطبخة الصغيرة لحتى تشبع عيلة كبيرة. هيدي حكايتي حكيتها ومن قلبي لقلوبكن وديتها.